السلام <applause> عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي كرم متابعي قناة ليد كابتن كل الشيخ العاب جانا كوميدي جديد بقناة لعبة مواد ورشب مثل ما نعرف يا شباب ان سفينة الماس هي افضل سفينة واغلى السفينة موجودة بالذهب باللعبة لكن من هذا الجديد اكتشفنا انه صار عليها نيرف للسلاح مهم بها جدا وهو الراجمة وحتى المدفع صار إم مالته مو مثل قبل ام ثابت لهذا راح نختبر اختبار خاص ونتاكد من هذا الامر هل صح ان صار عليها بشكل قوي ام لا لان بهذه المواصفات وبسعر 30 الف جولد وتنظر بنيرف ممكن انه يسبب ازعاج لكثير من الناس اللي جمعت هذا العدد كبير من الذئب أو شحنت حتى تشترى هاي السفينة، لكن المشاركة جدا مهمة يا أصدقائي، وخلنا نشوف تجربتنا الخاصة مع هاي السفينة، أوكي أصدقائي، لأن راح نتقدم وراح نشوف راح نواجه مسافة بعيدة، ونشوف الراجمة الام مالتها، يعني لو سناخذ نظرة بسيطة هنا ونرمي بالراجمة، شوف شوف. الام مالتها قام ينتشر كان الام مالتها ثابت شوف لي المدفع حلو مدفع لا بأس بي انا خليني اتحرك حاليا واشتبك ركز لي بعد الفتحة بعد الفتحة يعني صراحة المفروض هكذا سفينة نعم اللي اعترضوا خلي يكون بالكم الشباب ستتابعون انتو الفيديو ترى اللي اعترض على السفينة واللي طالب بنيرف اكثر اللاعبين لجانب هم اللي ضغطوا على الشركة وخلوها تسوي هيج الشيء. هذه السفينة قدامي ارجع شو انتظر لي ورا ارجع لي ورا ارجع لي ورا. الأجانب هم اللي طالبوا بالنيرف هم اللي طالبوا انه يقل امكانية هاي السفينة. يعني أنا مو مؤيد لهذا النيرف نهائيا، أنا واحد من الناس تعب الشر حتى تجيب هاي السفينة. اوكي خلنا نطلق. باع باع كم كم طلاقة راجمة راحت. خل اشوف زين منتظر خليها بالارض السفينه وورا ارجع خليها بالطول خل نطلق رغم بالارض اكو بعض الصواريخ ما راجع ما جت بها ارجع فرها السفينه خليها بالطول خلي اشوف اثناء التحرك راح اشتبك اثناء التحرك آني. اثناء التحرك حتى نشوف شوف كم صاروخ راحن حلو انا خليت قدم اتحرك شوفوا اثناء التحرك يا شباب ثلاث اطلاقات بأدن ليست صحيحة المدفع لا المدفع تمام شباب المدفع ما صار عليه مشاكل اذا المشكلة الرئيسية صارت وين المشكلة الرئيسية صارت هي بالراجمة يا اصدقائي ضربها نيرف خلي الام ليس ثابتا لهذا نقدر نقول انه السفينة ما فقدت امكانيات كبيرة نزلت من مستوى فد عشرة بالمية لكن تبقى افضل سفينة متاحة للاشتباكات وبدمج عالي وبعدها تجي بيوتر فيلكي اراكم تعليقاتكم يا اصدقائي أه لا يقول ليث حرامات وليش وخربت السفينه النيرف صح مزعج لكن مو بالازعاج اللي يخليك تكره هاي السفينه لا تنسوا لكم المشاركه في امان الله